بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم حميدة محجوبي، رئيس المجلس الإقليمي لتوريت جهة الشرق. أولا جيت نحضر المؤتمر هنا حول دعم المشروعات الصغيرة بين الدول وبين المملكة المغربية. في هذا الإطار كان هناك واحد التجارب، كاين هناك واحد الخبرات عبر الإخوة الحاضرين المتدخلين وكذلك الأساتذة الباحثين. فكانت هذه التجربة من بعد هذا المؤتمر الثالث اللي دار هنا في مدينة أكادير، ومدينة أكادير كنعرفوا على أساس أنها من بين المدن الصاعدة داخل المملكة المغربية. فهذه المشاريع كلها اللي تقدمت أنها مشاريع إيجابية كتدعم أولا المقاولات الصغرى وبالنسبة للمجتمع المدني كذلك من جمعيات وتعاونيات، فهذا دليل على أساس أن هذا النجاح اللي كاين هنا في مدينة أكادير نجاح باهر. فكانت من المملكة ككل تقوم بنفس المبادرة اللي قامت بها هذه المدينة أو هذه الجهة. بالنسبة للمبادرة التنمية البشرية اللي عطاها الانطلاقة ديالها 15 ماي 2005 اللي عطاها الانطلاقة ديالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله، خير دليل على أساس أن الدعم ديال الفئات الهشة وكذلك الفقراء منهم. فكانت تجربة ناجحة على الصعيد العالمي، ماشي غير الصعيد هنا ديال المملكة بل الصعيد العالمي، فكان هذا المشروع يحتذى به. فإقليم توريت إقليم يتكون من نسبة السكان 233 ألف تقريبا نسمة. فعندنا هناك 14 جامعة، فيها 3 جامعات حضرية و11 جامعة شبه قروية أو شبه قروية. فالإقليم كيزخر بالمنتوج ديالو الزيتوني أو الزيتون، شجرة الزيتون، فمن أحسن الزيوت المتواجدة على صعيد المملكة. كذلك اللحوم الحمراء وهي من أبرز الانتاجات داخل الإقليم، وهي كما نقول اللحوم الحمراء هي لحوم بنيقيل فهذه المنطقة، وكذلك الكسابة وكذلك الفلاحة الصغار. فكاين هناك سدود مائية، إلا أن هذه المنطقة لها طابع شبه جاف على صعيد المملكة، فالإنتاج الفلاحي جد ضعيف. فعندها مؤهلات سياحية وكاين مؤهلات اقتصادية. فالحمد لله الإقليم الآن كيزخر بواحد البنية التحتية، وكذلك المشاريع الغير مهيكلة والمهيكلة كذلك، فالحمد لله غادية في واحد التطور سريع. فالحمد لله إقليم توريت الآن يعد من بين الأقاليم داخل الجهة، جهة الشرق، اللي كيعطي تعطى لها واحد الاهتمام، إلا إذا كان هناك إكراهات وكاين كذلك هناك انتظارات. فالإكراهات متواجدة أنها كتعرفوا البطالة، كتعرفوا الحدود كذلك على صعيد المملكة وبالأخص على صعيد الجهة الشرقية. فإحنا عندنا بطالة جد مرتفعة كون الحدود اللي كانت مع الجارة الشقيقة الجزائر تم الإغلاق ديالها، وكذلك من ناحية الشمال أي الإسبان تهما الظروف كنمروا بها ظروف جد صعبة. فمع ذلك الحمد لله لا الحكومة ولا سيدنا الله ينصرو عطى واحد الاهتمام خاص للجهة الشرقية. فكاين مبادرات، كاين هناك زيارات ديال الوزير الأول أو رئيس الحكومة مع الوفد الوزاري اللي جا معاه، فأعطى إن شاء الله هناك واحد إن شاء الله واحد طموحات اللي غادي يكون الشباب يلقاو له شغل لله. كاين هناك تفاعل ايجابي تجاه هذا الشباب وهذا الاقليم بالاخص اقليم جراده. فالحمد لله كاين هناك تفاعل كما قلت لكم ايجابي، كاين هناك دعم، كاين هناك افاق غادي تكون مستقبليه. فنطلب الله تعالى ان الحمد لله المغرب كيمتاز بواحد الاستقرار وكيمتاز الحمد لله بواحد النتائج في كل الميادين. فخص الشباب ديالنا وخص الناس ديالنا على الاقل يكون عندهم واحد النوع ديال شويه الصبر، لان لابد هاد الاستثمارات ولابد من هذا لابد خصها واحد النوع ديال الوقت.
فاحنا كننتظروا ان شاء الله الرحمن الرحيم دعم الحكومه لهذه الاقاليم وبالاخص اقليم توريرت اللي حتى هو كينتظر الدور ديالو.